سبحان من سجدت لهيبته الجباه وسبحت بحمده الأفواه وبكت من خشيته العيون وأمره بعد الكاف والنون كل عبد إليه فقير كل أمر عليه يسير سبحانه تفرد بالبقاء وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء سبحانه ملأ القلوب من هيبته والأرواح من عظمته وطوق الأعناق بنعمته سبحانه إذا دعاه ملهوف حماه وإذا سأله محتاج أعطاه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من شر الشهوات والشبهات والقنوات والملهيات والمخدرات، وخص منهم الشباب والشابات. يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم طهر قلوبنا وبيوتنا مما يغضبك يا الله يا الله يا الله. طهر قلوبنا وبيوتنا مما يغضبك. اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم بصرهم بما يراد بهم، اللهم نور قلوبهم وعقولهم بالتقوى، واحفظهم يا الله، واحفظهم يا الله من أن يكونوا معول هدم لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم اهد شبابنا بهداك، اللهم اهد شبابنا بهداك، واحمهم بحماك، وأغنهم بغناك، ولا تكلهم إلى أحد سواك. اللهم نورهم بمعرفتك، وأسعد قلوبهم بالقرب منك، واجعلهم حصنا حصينا لهذا الدين يا الله. اجعل شبابنا وفتياتنا حصنا حصينا لهذا الدين من كل عابث ومتربص يا رب العالمين. اللهم ارفع بشبابنا راية الإسلام، اللهم انقلهم من الضلال إلى الهدى، اللهم انقلهم من الضلال إلى الهدى، ومن ضيق الذنوب إلى سعة التوبة. اللهم انقلهم من ضيق الذنوب إلى سعة التوبة. اللهم ارأف بحال شبابنا وفتياتنا، اللهم جنبهم الغفلة والهوى، اللهم جنبهم الغفلة والهوى، واملأ قلوبهم بحبك وحب كتابك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام يا الله. يا أجمل الأسماء، يا أقرب الأسماء، يا أكمل الأسماء، اللهم من وقف منهم في هذه الليلة تائبا منكسرا، تائبا منكسرا، يرجو منك الصفح والغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أكرم وفادته، اللهم أكرم وفادته، واقبل توبته، واقبل توبته، واقبل توبته، واقبل توبته، واغفر لنا وله، وثبتنا وإياه على الحق إلى أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين،
اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع عندك الودائع. اللهم فرج عنهم كل هم واكشف عنهم كل غم واجمع بينهم وبين أمانيهم فيما يرضيك فيما يرضيك. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واكفهم بكفايتك واكنفهم برحمتك. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا في غدوهم ورواحهم في ليلهم ونهارهم في صحوهم ومنامهم في سرهم وعلانيتهم. اللهم من أراد بأبنائنا وبناتنا سوءا أو شرا أو فتنا اللهم ضيق عليه كل طريق وأغلق عليه كل باب وسد عليه كل منفذ. اللهم اكف أبناءنا شرهم وعاف أبناءنا من سمومهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا الله نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم أسعد كل أب وأم بصلاح أبنائهم وبناتهم وبناتهم. اللهم من كان يشكو إليك عقوق أبنائه وبناته اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم ردهم إليه ردا جميلا ردهم إليه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من عقوق الأبناء فإنه لا طاقة لنا بذلك. رد أبناءنا إلينا ردا جميلا حننهم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم ببرهم لنا سعادة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبك محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب لينا